شدد رئيس الجمهورية القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم على ضرورة أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الكرد والطرف الذي يشكل الحكومة المقبلة قبل الدخول في الكتلة الأكبر. وقال معصوم في مقابلة تلفزيونية أن الكرد يعانون مجموعة من المشاكل، منها مسألة الحدود والمناطق المتنازع عليها، وهذا ليس بالأمر الذي يمكن حله خلال أسابيع أو أشهر قليلة، لهذا يجب تحديد الخطوات اللازمة وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال هذه الفترة المقبلة، إضافة إلى أن مسألة النفط يجب حلها لكي لا تكون إشكالية تظهر كل يوم.